بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في درس جديد من أكاديمية الماتلاب للمهندسين. سأقوم في هذا الدرس بشرح الفروق ما بين كتابة M file يحوي سكريبت عادي أو functions. سأقوم بشرح الفروقات الرئيسية وأهمية استخدام التوابع functions في الماتلاب عند كتابة M file. سأقوم بشرح ذلك من خلال مثال وبشكل مباشر. هذا المثال يمثل هذا الطابع يمثل التزايد السكاني في مدينة ما. سأقوم برسم منحني التزايد السكاني لهذا الطابع ما بين العامين 1990 و2000. بداية سأقوم بتهيئة البرنامج من خلال حذف كافة الأسطر الموجودة في سطر الأسطر البرمجية الموجودة في سطر الأوامر كوماند ويندو باستخدام CLC، وكذلك حذف كافة المتغيرات الموجودة في الورك سبيس من خلال كلير أول، وإغلاق كافة النوافذ المفتوحة في الماتلاب من خلال كلوز أول. سأقوم بإدخال مجال السنوات التي أريد رسم منحني التزايد السكاني لها وهي وإسنادها إلى متغير T وهي من العام 1990 وحتى العام 2000. ومن ثم سأقوم بحساب التابع B الممثل للتزايد السكاني، وسأقوم بإسناد النتائج إلى متغير variable B. سأقوم بتسمية البرنامج وليكن B T calc B T. فبارامتر الدخل الوحيد لهذا التابع هو تي بارامتر الدخل، وبارامتر الخرج الذي سأحصل عليه هو قيم ب تي تزايد سكاني في كل عام ما بين العامين 1990 و2000. سأقوم بكتابة تابع جديد اسمه كالك بي تي لحساب التزايد السكاني. من أجل ذلك سأقوم من خلال النيو بإنشاء فانكشن سيحوي هذا الفانكشن على التابع الذي يتم استدعائه من الملف الرئيسي، بارامترات الدخل لهذا التابع T وبارامتر الدخل لهذا الخرج لهذا التابع B. ستكون T التي هي بارامتر الدخل تحوي على شعاع، وهو الشعاع الممثل للسنوات المراد في حساب التزايد السكاني في لها ما بين العام 1990 و2000. ومن أجل ذلك سأقوم بحساب B عند كل قيمة لـ T، وسأقوم بفتح حلقة هور تبدأ من الواحد وتنتهي عند أطول شعاع لـ T، أي عند طول شعاع T. وسأقوم بحساب قيمة BI، أي عند قيمة T تساوي 1790 ومن ثم 1792. سيكون هناك قيمة لـ BI تساوي ستكون هي نفسها المعطاة في هذا التابع. أقوم بنسخه مباشرة وأخذ القيم بالتعديلات اللازمة. هنا تابع كسري، هنا لدي تابع أسي EXP، هنا لدي ضرب الأس التابع قوة التابع الأسي، وأخيرا ينقصني هنا قوس ناقص. هنا لدي تحذير: the variable b appears to change size on each loop on every loop iteration، أي يتم تغيير حجم الشعاع b عند كل تكرار للحلقة. لأجل ذلك سأقوم بإنشاء شعاع من يحوي قيم صفرية. حجم هذا الشعاع length t وعدد أعمدته عمود واحد. لاحظ لقد لم يعد يظهر لي التحذير الذي كان ظاهر هنا. الآن من خلال هذا التابع يمكنني أن أقوم بحساب قيم بي تي عند كل قيمة لي تي بي آي بي عند كل قيمة لي تي. سأقوم بحفظ هذا التابع، لاحظ تم حفظه بنفس اسم التابع. سأقوم بالعودة وتنفيذ هذا التابع. هنا خطأ ما، هنا قمت بارتكاب خطأ ما هنا. هنا قمت بإسناد بتغيير قيمة بي اي، اي عند كل قيمة دي اي، لذلك يجب استدعاء ذلك عند كل قيمة دي تي، عند كل قيمة لي اي عفوا. انا قمت بالتنفيذ، لاحظ لقد تم تنفيذ التابع بالنجاح. بعد ذلك سأقوم بوضع عبارة توضيحية: حساب قيم
تابع الكثافة، تابع زيادة الكثافة السكانية. أيضا سأقوم الآن بإنشاء تابع من أجل رسم هذا رسم المنحني البياني المعبر عن التزايد السكاني. المنحني البياني المعبر عن التزايد السكاني. لقد حصلت الآن على قيمة B وقيمة T. لدي التابع الجديد هو وليكن بلوت بي تي. لدي بارامترات الدخل تي و بي. تي تمثل السنين، وكذلك بي تمثل قيم التداول السكاني في كل سنة. سأقوم أيضا بإنشاء تابع جديد. هذا التابع يحوي بارامترين دخل تي فاصلة بي. سأقوم الآن برسم العلاقة ما بين T فاصلة B، وليكن اللون بخط متقطع وبلون أحمر، وسمك الخط وليكن 4 أو 2. X label years Y label value. سأقوم بحفظ هذا التابع والعودة إلى الملف الرئيسي وتنفيذ الملف. نلاحظ لقد تم حساب قيم B من خلال استخدام التابع calc bt، ومن ثم من خلال استخدام التابع plot bt تم رسم منحني هذا التابع من العام 1790 وحتى العام 2000. تأتي أهمية استخدام التوابع في بعض التطبيقات والمشاريع الهندسية. قد يكون هناك لدي عدد كبير من الحسابات، ونظرا لطول البرنامج وطول الخوارزمية سوف تتداخل الأسطر البرمجية، وقد لا نستطيع التمييز ما بين مهمة كل سطر برمجي. ولكن عند استخدام التوابع يمكننا إنشاء كل تابع وإعطاء مهمة ما لهذا التابع، وبالتالي في حال تعقيد الخوارزمية العمل يمكننا العودة إلى التابع والنظر في مهمة هذا التابع واستدعائه في أي تطبيق آخر. يتم ربط التوابع فيما بينها من خلال ملف mfile رئيسي يتم من خلاله استدعاء كل تابع، كما يمكننا استدعاء أي تابع من ضمن تابع آخر. هذا كل ما أردت إيضاحه في هذا الدرس. هناك شرح مفصل أكثر في النظري. أتمنى لكم المتعة والفائدة. السلام عليكم.